عارفيني كتير زعلانة منك، بس بحبك جيت لعندك. أهلا وسهلا. بس أنا زعلانة بضلك تسبيني وتلطشيني حكي. رد. ليش لحبيبتي لما بتحكي عن الشقر والجمال والأجساد وورا قدام مين قصدك؟ كوندوليزا رايس؟ قصدك فادية الشريقة إكس ميس يونيفرس. ما في إلا فادية الشريقة. يعني أنا صراحة لما الناس على الطريق بيقولوا لي برشتك امبارح مريم نور، شو مع مين قصدهم؟ ما عم بيقولوا لي إياها لإلي. انه شو بعمل؟ انه شو عندك ضد الكعب؟ اليوم انا هاجم علي حرامي بده يسرق لي جزدان، بشو بضربه على راسه بالكلسه؟ لعب بسلتي طرقني كفين اخذ جزدان وفل. بعدين حلو الكعب العالي حبيبتي انوثه جمال، انه عم بدك تلغي من عندنا الفن والجمال والميك اب، شو منظهر هيك وحده مصفره محبحبه يعني مكفش لك كلها؟ نفرتيتي كانت تحط ميك اب حبيبتي، وين كنا نحن وقتها نفرتيتي؟ ايه لازم تحطوا ميك اب، خصوصي اللي ما عنده ويك اب حطوا له ميك اب. هيدا جواب، ما بتعرفي تجاوب بغيرها. طرش طرش. هلا عم تقنعيني بهالجواب هيدا؟ ايه خليكي شي نهار حطي سرمية على راسك وقولي لهم في عندي سرمية. مريم بليز، شو ذنبي اذا انا الله خلقني حلوة وكاملة؟ شو ذنبي؟ بليز حاجة تهتيني. بليز العالم ضحك علي على الطريق، عم لك مريم شو حكيت عنك امبارح؟ انا هيك خلقانة هيك. خلقانة هيك عفيكي شو حلو. ذنبي؟ مس يونيفرس مس مصطية راحت القصة كلها. شفتي كيف بتشيلي وبتعملي عرقك وبتعرقي وهيك؟ أكيد بدي أعرق. حدك ما بعرق. ليه؟ ليه أنت عم تعرقي؟ لأنك أنت يمكن ما بتفك ما بتعتلي هامبلا ما بعرف. أنا معصبة صراحة. ليه بدك تعصبي؟ كل مرة باخد بنصيحتي بفوت بالحيط. مثلا أقل الأشياء، أقل أخف لمواضيع التلفزيون، بتدقي على التلفزيون وهذا التلفزيون مش منيح للجسد ومش منيح للفكر وما تحضر التلفزيون، سمعنا منك طفينا التلفزيون. إيه شو بدك يصير؟ طيرتي لي آخر حلقة من استريليتا، نسيت راحت عن راسي موقفة تلفزيون كرمال مريم، البروجرام من سنة 99 متابعته، ناطرة آخر حلقة لثمان سنين. بح طارت، كل يومين بيزركوا لي جيران ما حضرت آخر حلقة وما شفت شو صار بآخر حلقة ويا شو علا ويا شو قالت له. ليه؟ فوتيني بالحيط. ايه اما لا انا شو بيعمل لي اوشو هلا بيرجع بيعرض لي الحلقه بيعمل لها ريران؟ ليك ايه بدي اقول لك شيء، اوشو بيعمل لك اللي ما عمل لك اياهم لا رجال ولا مره. ويك اب واسكتي بقى، لا مكسيكي ولا مكسيكي، شيلي لي هالمكسيك وشيلي لي المكسيك كله من هون. لا ما بقى في اسم، انا عندي رساله، انا عندي رساله بدي اوصلها. خلي لك هالرساله اللي عنده الرسائل كلها عم بيعملوها ان كان السنيوره وال ما بسمح لك تحكي هيك مريم. انا ما عم بحكي لك، عم بحكي لك كل اللي مثلك 99%. عدي تعلمي جيبي كتاب وتقري. انت بتقري؟ بدي لك شغلي مريم، في فتره اخذت بنصيحتك وقلتي عمي هالمره بتفهم خلينا نقرا كم كتاب، عدت اقرا ما عدت شوف حدا لانه الناس ما بتتعاشر، هذا بياكل مع الاحاديث وهذا حاطط مرايه ببيته، ما عدت اعرف شيء، انقطعت عن الحي. انا كنت مخابرات الحي يسموني مريم، يسالوني الناس التقوا فيه يقولوا لي فاديه كيفك؟ قال لهم ما بعرف ما عم تابع، ما عدت اعرف شيء عني. طب بقرا من ماله بضيع كل شيء بحياتي؟ وين ما عدت اعرف لمين عم يظهر مع مين، ولاي ساعه سربت بنت الثالث، ولا السادس مع مين عم تظهر وشو عم تعمل، ولاي ساعه اللي عند الجناز، ولاي ساعه ضعت راحت حياتي. فوتيني بالحيط. ايه اما لا بدك فيه الحيط فوتي مش حمار. وين المشكله باللحمه؟ مش عم بفهم. كليهم ما كلها بروتين، كلها بروتين. كلي لك بقره، البقره بتاكل لحمه؟ الحمار بياكل لحمه؟ الدجاجي بتاكل لحمه؟ ليش انت عم تاكل لحمه؟ اذا حمار ما بياكل لحمه انا شو خصني اذا هو حمار؟ هو افهم منك، شفتي لك شي حمار على المستشفى؟ في شي حمار بحط كولونيا وبحط برفان؟ شو خص الكولونيا بالحمار بالبرفان؟ مش عم بفهم بقى مريم بليز. خلص خلص بقى، وصلنا لمقت ما بقى فينا نتحمل ان كان مزح ولا كان جد. انا بدي اسالك اليوم اذا مشيت على البروجي اللي بالميكروبيوتيك تبعك، انا اليوم عزمت ناس على الغدا او على العشاء، شو بتعمليهم؟ خيارة. خيارة؟ شو بطبخ له؟ شو بقول له تفضلوا على المسبح؟ ياكلوا خيارة وياكلوا درة معه وياكلوا شعير. ميرسي. وياكلوا كل هالأكل. بقول له تفضلوا على جناين دغري على المسبح. خليهم يرعوا يرعوا. يرعوا. إيه. جرستيني آخر عزيمة عزمة للسفير التلياني صاحبه للبوبا هيك اتجرست. السفير التلياني؟ إيه نعم السفير التلياني. إيه. شو اسمه هالسفير؟ شو خصك شو اسمه؟ وصل الزلمة على العشاء قاعد على الطاولة طلع هيك خضرة ما خضرة ما قال شيء، قال لك مقبلة. قعد هيك شوي قال لي فادية دوفي كب نياتو. ما دا بيعرف الكويزين اللي بناس، قلت له كبي نياتو جاي يلا عم بدقاته جايين. كيف كان عم بدقها؟ عم بدقوا الكبه. ليكي معي حر اليوم، حلفه من البيت، اذا بدك تزفري بالحكي بدي احط لك حر على لسانك. شو قال لك السفير؟ رجع قال لي فاديا دوفي عصبي سوداتو. شو بدي اقول له انا؟ قلت له يلا عم نسخنها واصله، قلنا على بينسى بيروح شوي فاديا دوفي رقاتو جبناتو دوفي فرغاتو دوفي شانكليشو. انا صرت هالقد اركضت ورا السجا مثل السطلة طلبت دليفري تخلص حالي من هالقصة. فوتيني بالحيط. ايه اما لا فاديه
اسكتي شوي تقلي. ليه بدي اسكت؟ ما انت بتحكي لي 3 سنين 4 سنين. فكري انا هلا لشوف انه ليش على طول عم بتفوتي بالحيط؟ ما في شيء غير الحيط. انت فوتيني بالحيط. انا فوتت فيك لا انت تفوتي بالحيط. ايه مثل بعض النتيجه فتنا بالحيط. لا انت ما بدك تفوتي بالحيط، جيبي لك شي حيط يفوت فيك. عايز تحكي لي عمرك تتهربي، انت على الشاشه لوحدك بارعه، بس لما يجي واحد يزركك ما بتعرفي شو بتجيب. ما قلت لك لشو بدك تاكلي من هالاكل؟ ما هالاكل اللي وصلك هالهبل. شعراتك شقر وكعب العيلة والمجوهرات والحر والمر وبدك تفوتي وتفوتي بالحيط، أكيد فتي بالحيط. المجوهرات إنه بشو معقول إنه فيها نووي إنه ليه المجوهرات أوعى كثير خطر؟ شو وين المشكلة بالم... أنا ميس جينيفر استوجوني لما أحط تاج مجوهرات شو بده أحط بداله خشبة؟ شو بعمل؟ كيف بيحمل اسم لبنان بالعالم؟ بدي أعرفين. فاديا أنت تعليقة شي تتعلقي كل هالمجوهرات؟ انت تعليقه للتيب للمجوهرات وللاسامي؟ تعي تنحكي بجديه. انت صرمائيه بشرفي بدي بالايدي فيك احترمي